قال تعالى في كتابه العزيز: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. نحن الآن في رحاب جد الأنبياء إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الباني الحقيقي لهذا السور أو الحير هو هيرودوث ابن أنتيبيتار الأدومي ملك الأدوميين العرب، يقع في الجهة العليا أيضا المئذنة التي هي عبارة عن شكل مربع، وهذه المئذنة أيضا هي بناء مملوكي. هذه الحجرة يتوزع منها إلى داخل المسجد. وأنا الآن في الدهليز، والدهليز عبارة عن ممر يوزع أو موزع إلى القسم الأيمن، وهو الذي يقع داخل السور أو الحير القديم الذي بني قبل 2000 عام. أما القسم الأيسر فهو الجاولية، سميت بهذا الاسم نسبة إلى القائد المملوكي سنجر الجاولي الذي قام ببناء هذا المسجد. ها هو المدخل الرئيسي للإسحاقية. في الجهة العليا لهذه الإسحاقية الشرفات التي تحوي الصواني المذهبة المكتوب عليها الله محمد. هذا المنبر المعروف لدينا بمنبر صلاح الدين الأيوبي. الحقيقة أن الذي أمر بصناعة هذا المنبر هو المستنصر لدين الله الفاطمي في العصور الإسلامية في العهد الفاطمي، وقد تمت صناعته في مصر، وهو مصنوع من خشب السند أي السنديان، ولا يوجد فيه مسمار واحد في هذا المنبر. هذه دقة الصناعة، وهو مصنوع أيضا بطريقة التعشيق، الخرط والتعشيق، وهو عبارة عن آلاف مؤلفة من القطع الخشبية المتداخلة. قام باروخ جولدشتاين على أثر المجزرة التي وقعت في 15 رمضان بإطلاق النار على المصلين الركع السجود صلاة الصبح ذلك اليوم الجمعة، والتي أردت وأودت بحياة العشرات من المصلين المسلمين ومئات الجرحى، وما زالت آثار الرصاص في هذا المحراب ماثلة للعيان حتى وقتنا الحاضر، لتبقى دليلا وشاهدا على ما قام به هذا الحاقد الصهيوني المستوطن في ذبحه للمسلمين داخل مسجدهم. ويقع على هذا الجانب الأيمن من الذي يقف واتجه باتجاه القبلة مشهد سيدنا إسحاق عليه السلام، وعلى الجهة اليسرى مشهد سيدتنا رفقة عليه السلام، وهذه مشاهد. أما القبور التي تحوي أجداد الأنبياء فتقع تحت هذه المشاهد بمسافات بعيدة في المغارة السرمدية التي هي تقع تحت هذا المسجد. مكتوب على هذه البلاطة: أمر بإنشاء هذا الرخام الملك الناصر الدين والدنيا السلطان محمد بن قلاوون. أما على الجهة الأخرى فتقع البلاطة الثانية، وهذه البلاطة ليست ترجمة لتلك البلاطة أيضا. هذه البلاطة مكتوبة في العهد اليوناني، مكتوبا فيها ماذا يقول: أيها القديس أبراهام، لتسعف خادمك إيلون وفيلاسيوف وفيلافيا و
وفيلسوس الخطاء العابد. أقف الآن في المالكية، والمالكية تقسم أو قسمها اليهود بعد المجزرة مباشرة، وللمرة الأولى في تاريخ الإسلام والمسلمين يتحول جزء من مسجد إسلامي إلى كنيسة يهودية.